شكرا جزيلا. احنا حاليا دكتور بس انتظر اشعار بداية التسجيل. نعم، نرحب بالدكتور ليث الزبيدي. دكتور، الوقت مفتوح لحضرتك لابداء المحاضرة. إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجميع إن شاء الله. أول شيء أحب أشكر الجامعة التكنولوجية على هذه الاستضافة، أشكر دكتور حيدر مساعد رئيس الجامعة، وأشكر دكتور أمجد على هذه الاستضافة. صراحة خطوة كلش جيدة، سعيد بهاي البرزنتيشن إن شاء الله، اللي راح تكون إن شاء الله بوابة ل برزنتيشنز أخرى ومواضيع أخرى. الموضوع جدا مهم اللي راح نحكي عليه اليوم، موضوع اللي هو الديب ليرنينج for medical image analysis, challenges and solutions. الديب ليرنينج طبعا احنا راح نحكي على الميديكال ايمجز، بس هذا الحكي اللي راح نحكي اغلبيته هو ينطبق على اي ميجر. الديب ليرنينج دخل باغلب مجالات الحياه، ما بقى اي ميجر بالحياه مالتنا ما دخل، بالاجريكلتشر، بالاندستري. من خلال اطلاعي من الجامعة الأمريكية اللي تخرجت معتها من الماستر ديجري وهسه بالجامعة الأسترالية، العالم كله يتوجه بهذا الفيلد، خاصة اختصاص الكمبيوتر ساينس بالخصوص الارتفيشال انتليجنس. ده يمشي طريق الديب ليرنينج، جدا مهم لهواية ابلكيشنز بالحياة اليومية بالريال لايف تستخدم عن طريق الديب ليرنينج. فإن شاء الله راح تكون هذه البرزنتيشن إن شاء الله تكون مفيدة، وراح ناخذ بالبدايه مواضيع عن انه هو شنو هذا الديب ليرنينج، وراح نحكي تفاصيل عنه، راح ناخذ بعض الابلكيشنز وناخذ ستيبس شلون نبني بروجكت بهذا الموضوع الديب ليرنينج، واخر شيء راح ننهي ويا اهم جزء اللي هو تشالنجز، التشالنجز اللي من خلالها نقدر نلقى الريسيرش جابس اللي من خلالها نقدر نسوي مثلا ماستر ديجري بي اتش دي نشتغل عليها ونحلها. فان شاء الله راح تكون برزنتيشن مفيده. اول شيء اريد ابدي به انه مقوله لجيفري هنتون اللي هو مؤسس او اللي فاوندر مال ديب ليرنينج. هواي ناس اعتقدت انه الارتفيشال انتليجنس راح يوصل الى نقطه معينه ويصير بي ستوب، ماكو اي تحديث، الى حد ما اجى الديب ليرنينج اللي غير مسار الارتفيشال انتليجنس. عنده مقوله شهيره تقول انه ديب ليرنينج از جوينج تو بي able to do everything، وفعلا حاليا هذا الشيء قاله قبل سنوات، حاليا دا يدخل بكل مجالات الحياة. هواية مجالات مثل ما ذكرت تدخل في مجال تشتغل ويا مجال الديب ليرنينج. واحدة من الشغلات اللي اريد اشاركها بالبداية انه الديب ليرنينج وصل مرحلة انه دي طيب بيرفورمانس، اداء افضل حتى من الانسان. واحدة من اهم التاسك اللي معروفة اللي مشهورة بالديب ليرنينج اللي هي الكلاسيفيكيشن مال الايمج نت، مثل ما نشوف انه الهيومن قدر يطلع اكيورسي او الايرور ريت مالته انه هو 5، بينما اكو هوايه مودلز بعد لحد 2016 واستمرت لحد 2020 طلعت مودلز طلعت نتائج افضل حتى من الهيومن كنسبه اكيورسي كدقه. طبعا الايرور ريت كل ما تقل كل ما يكون افضل. فهذا الشيء يريد نسبة انه نشوف انه ايش قد مهم هالفيلد هذا في مجال هواي مجالات مو فقط المجال الطبي. قبل لا ندخل يريد نعرف انه شنو الستيبس بالميديكال او كلينيكال بروسيجر. بالكلينيكال بروسيجر عندنا 3 ستيبس اللي هي الدايجنوسيس، البروجنوسيس اند تريتمنت. زين، بالدايجنوسيس انه احنا نريد نعرف انه شنو المشكله، شنو صار ويا المريض، شنو مشكله المريض، نريد نسوي الكشف عن الحاله المرضيه. طبعا بالبروجنوسيس نريد نتنبأ انه ايش راح يصير وراها، يعني كشفنا الحاله وايش راح تتطور الحاله، والتريتمنت هي المعالجه. هذا البروسيجر العادي بالنسبه للكلينيك. بالارتفيشال انتليجنس حقق، او بالديب ليرنينج بالخصوص حقق انجاز على مستوى ذول الثلاثه اللي هم الدايجنوستيك بروجنوسيس اند تريتمنت. خاصه بمجال الدايجنوستيك صار في التول كلش مهمه، تول لها ثقل في الكشف المبكر عن الامراض في هوايه مستشفيات وهوايه فاند يصير على هذا الموضوع. فبهذا البرزنتيشن راح نركز بالدرجه الاساس على الدايجنوستيك. ليش؟ لانه احنا اذا عرفنا المشكله اللي دا تصير نقدر نلقى لها او كشف المبكر نقدر نعالجها بسهوله. فالتركيز دائما يصير على الدايجنوسيس. الدايجنوسيس هو احنا بروفايد اكسبلانيشن اوف بيشنتس هيلث بروبلم اند انفورمز سبسيكوينت
healthcare decisions. يعني إنه إحنا دا نلقى المشكلة اللي دا تصير ويا هذا المريض ونحاول نفسرها شنو التفسير إلها. بالحالة العادية لو نيجي على البروسيجر العادي مال الكلينيك، إنه لو البيشنت راح يصير عنده مشكلة، هاي المشكلة إن كانت يعني المشكلة المرضية، وراها راح يحاول إنه يسوي engagement ويا الهيلث سيستم، إنه نقول يحاول يتصل ويا طبيب أو ويا كلينيك إنه حتى يبلغ على الحالة مالته إنه هو عنده هيك مشكلة معينة. بعدين تجي عملية الـ information gathering، يبلش يجمعون عنا معلومات. يعني هاي المعلومات مثلا يقولوا يسأل الطبيب إنه يسوي لي مثلا CT scan MRI blood test whatever. بعدين يصير تواصل ويا الشخص المعني حد على مود هذا التست اللي صار او الانفورميشن، وبعدين ينطي التريتمنت. واثناء التريتمنت ورا فتره يسال انه يسوي مثلا MRI جديد وترجع العمليه هنا. طبعا بحد ذاتها هي العمليه كلش اكزوستد، كلش متعبه، كلش بيها تفاصيل هوايه. زين، ويا الديب ليرنينج ايش صار؟ شنو التغييرات صار او شنو الضاف على هاي الستيبس اللي بنشوفها في مرحلة إنه المريض صار عنده يعاني في مشكلة معينة مرضية؟ يقدر الديب ليرنينج إنه حتى ينطي alert حتى قبل حدوث المشكلة. يعني شلون قبل حدوث المشكلة أو حتى بدايتها جدا. يعني مثلا واحد اثنين أمثلة من أهم الأمثلة لهذا الموضوع، إنه من خلال الهيستوري مالته يسوي prediction، يقول لك إنه أنت عندك هيك هيستوري blood مثلا، عندك هيك شيء ممكن يصير عندك مثلا جلطة ثانية، مشاكل أخرى مثلا، يكشف الكانسر حتى قبل لا يلاحظ الطبيب أو قبل لا يلاحظ الرايدولوجيست، حتى يلاحظ يقدر يكشف البريست كانسر. يعني مثال سرطان الثدي بشكل مبكر جدا، وهاي العملية تساعد على الكشف المبكر حتى لما يصير دقات القلب غير منتظمة، يعطي تحذير يقول إنه صار عندك غير منتظم، ممكن راح تؤدي الى مشكله قريبه جدا. اذا احنا الديب ليرنينج سوى شغل جدا متميز بهذا الشيء. بالنسبه للانجيجمنت وهذا الستبس حاليا دا يصير، يعني حاليا موجوده باغلب دول العالم دا تسوي هذا الشيء، دا تعتمد على الشيء خاصه ورا ما صارت البانديميك مال كوفيد 19، يعتمدون هواي انه يقللون مجيء الناس الى الكلينكس، مجيء الناس للعيادات والمستشفيات. في مرحلة الانجيجمنت قدر الديب ليرنينج يسوي لك اسيستنت، مساعد لك. مثال على ذلك الموبل ابلكيشن ماخوذ من الديب ليرنينج على شكل موبل ابلكيشن، يقدر يعطي معلومات وينطي انفورميشن للهيلث كير انه ترى المريض حاليا بلش عنده هيك اكسبيرينس، هيك حاله، حتى يصير انه احنا عندهم علم اوتوماتيك، يعطي الارت مربوطات سويه ب ب يعني نتورك، يعطي معلومه. وهذا الشيء عن تجربة شخصية صار. The information gathering, update and diagnosis. هاي information أنت من تروح الطبيب أنت ما عندك أي history، ما مخزون أي history أنت عندك، مجرد راح تبدي بداية جديدة وتسوي MRI scan وتسوي CT. بينما إذا عندك هيك assistant or application، هذا يكون مخزون الريكورد مالتك كليته ويا النظام الديب ليرنينج اللي او الديب ليرنينج يقدر انه يستخلص الكونكلوجن هاي المعلومات كلها ينطيها للكلينيك. نفس الحاله في العمليات الكوميونيكيشن، تواصل مستمر عن طريق الديب ليرنينج، استخدام الابلكيشنز مال ديب ليرنينج حتى يصير تواصل ويا الكلينيك. بالنسبه للتريتمنت ايش دا يصير حاليا، انه الديب ليرنينج ابلكيشن حتى تتابع عمليه التريتمنت مالتك. يعني مثلا احد يعي عنده مثلا سكين كانسر، سرطان الجلد، هذا يعتمد كل ما تقل المنطقة اللي بيها سرطان كل ما يكون أفضل. هواية تطبيقات، من ضمن التطبيقات إن شاء الله راح نشوفها اليوم، أحد التطبيقات اللي أنا أشتغل عليها إنه نحسب المساحة، كل ما تكون تقل المساحة معناها أكو المعالجة تشتغل صح، إذا ما والأدوية تشتغل صح. وإذا كبرت هاي المسافة مالت السكين كانسر على الـ على الـ على الجلد، معناها انه التريتمنت او هذا العلاج غير صالح، فينطي الارت تحذير الى الكلينيك انه تصير هيك مشكله. فهذا كليته هو هاي الستيبس كليته دخلت فعليا بابلكيشنز باستخدام الديب ليرنينج ويا هاي كلها. فبدنا نشوف ايش قد ممكن نسهل، ممكن ايش قد تنقذ ارواح. بالنسبه للدايجنوستيك تيست، انواع الدايجنوستيك تيست،
اما يكون نوعين هما من الدياجنوستيك تيست، اما يكون باثولوجي او رايدولوجي. بالنسبه للباثولوجي اللي هو اللاب ميديسين والاتونومي، اما بينما النوع الثاني اللي هو الرايدولوجي. بالنسبه لللاب ميديسين عندنا مثلا البلود تيست، اليورين تيست. هنا بهاي المرحله الديب ليرنينج قدر يحقق هواي انجازات، من ضمنها انه يكشف عن امراض كريات الدم البيضاء، مثلا امراض اللوكيميا. وبالنسبه لكريات الدم الحمراء الريد بلود سيلز، قدر يكشف عن هواي امراض من ضمنها مرض السيكل سيلز انيميا. بالنسبه للاوتونومي اللي هي التشويش والسيلز، قدر يكشف من خلال نوعيه الصور اللي هي هيستوباثولوجي ايمجز، يقدر يكشف عن سرطان الثدي وحتى تطور هذا السرطان، وحتى يسوي ديتكت يكشف عن مكانه بالضبط وين. بالنسبه للرايدولوجي، الرايدولوجي اللي هي تشمل الاكس راي والسي تي سكان، اي تيست اللي هو يبين اعضاء الجسم. هوايه من ابلكيشنز، من ضمنها التهاب الرئوي، الكوفيد 19، البرين تيومر، والى ما نهايه. فهذين المجالات كليتهن هاي التيست اللي انت تشوفها الديب ليرنينج حقق انجاز جيد بيها. زين، شنو اللي تغير بحيث انه الديب ليرنينج وصل مرحله دي يحقق شيء جديد؟ وين كان الديب ليرنينج عن هذا المجال؟ وثلاث نقاط مهمه غيرت مسار الديب ليرنينج او غيرت مسار هاي الالجوريثمز. اول شيء، صارت الميديكال داتا افيلبل، متوفره موجوده، ما كانت بسهوله ممكن تتحصل، ما كانت اكو هوايه ديفايسز اللي تقدر انه تنطينا هاي الميديكال ايمجز او نقدر نحصلها. بلشت الميديكال داتا تكثر، فقدرنا نقدر نشتغل يعني ديب ليرنينج ساينتست قدروا يشتغلون على هاي الداتا. بنفس الوقت هاي الصور من كثرت هي كومبلكس ايمجز، صور صعبه، مو سهله انه الجوريثم ايمج بروسيسنج تشتغل عليها، تحتاج الى كومبلكس الجوريثمز. الديب ليرنينج هو مهمته انه يعالج هاي الايمج، وهو عنده كومبلكس الجوريثمز تقدر انه هي تتعامل ويا هاي الصور الصعبه. فعندنا تطور بالالجوريثمز وبنفس الوقت الداتا. الجزء الثالث واللي هو غير مسار الديب ليرنينج اللي هي الهاردوير. يعني بلش بدل كان عندنا بس سي بي يو صعب تسوي عليه تريننج للديب ليرنينج، هسه صار اكو جي بي يو، صارت الامور بدل ما تسوي تريننج ليوم او يومين صار ساعه او ساعتين، وعلى الاف بل حتى ملايين الصور. فهاي الاجزاء، هاي الاسبيكتس هي اللي غيرت مسار الديب ليرنينج وصار متوفر حاليا، يعني موجود باغلب الدول العالم. زين، السؤال اللي شائع اللي دائما انسال به هو شنو فرق المشين ليرنينج عن الديب ليرنينج؟ المشين ليرنينج الجوريثمز بيها هواي. المبدا العمل مالت المشين ليرنينج انه اكو في الايمج تدخل راح يصير فيتشر اكستراكشن، راح يجي الجوريثم راح تاخذ هاي الفيتشرز. الفيتشرز يعني الخصائص، يعني لو مثلا اخذنا هاي الصوره راح ياخذ مثلا الكولرز، يعني راح ياخذ الايدجز، راح ياخذ الشيب، هاي يلقى مثلا هاي الفيتشرز. بعدين هاي الفيتشرز ينطيها الى كلاسيفاير يسوي عليها تريننج، وبعدين ينطي النتيجه يقول انه هاي الصوره مثلا هي هيك او هيك، يعني يصنفها. هاي العمليه اللي نشوفها هي هاي كليتها البروسيس، كل اختصارها الديب ليرنينج هو ان الجوريثم اوتوماتيكلي يقدر يعامل هاي الجزئين اللي هو الفيتشر اكستراكشن والكلاسيفيكيشن. اوتوماتيكلي يسوي عمليه الفيتشر اكستراكشن والكلاسيفيكيشن. السؤال هنا زين، هو شنو بعد اللي يميز هذا الديب ليرنينج عن المشين ليرنينج عدا هذا الجزء؟ اذا هذا الجزء اقدر اسويه بالمشين ليرنينج، الشغله الاخرى انه الديب ليرنينج يقدر يتعامل ويا الكومبلكس داتا، فيري كومبلكس، فيري لارج داتا، على عكس المشين ليرنينج الجوريثم. يعني احنا بدنا نحكي الاف من الكلاسز، ملايين من الصور، ما تقدر تتعامل وياها المشين ليرنينج. الشغله الاخرى، هاي المشين ليرنينج الجوريثمز الفيتشر سيلكشن تعتمد على الالجوريثم، على اختيار البروجرامر او الريسيرشر اللي دا يشتغل. يعني مثلا يختار الكولر او يختار مثلا السايز، مو شرط تكون هاي الفيتشرز هي اللي راح تميز هذا الاوبجكت. ممكن اكو فيتشرز هو ما يدري بيها، او فيتشرز ما استخلصها، ما سوى لها اكستراكت، هي اللي راح تميز هذا الاوبجكت. اذا هي سنسيتيف، يعني هي
انه تعتمد على اختيار الفيتشرز اذا جت الصحيحه او لا، بينما بالديب ليرنينج يسوي هاي العمليه اوتوماتيكلي يستخلص thousand of features، مختلف الفيتشرز. فهو اكو تمييز، بس هذا اهم جزئين يميزون المشين ليرنينج عن الديب ليرنينج. لما نحكي على كومبلكس داتا، لما نحكي على داتا بالالاف، اكيد ما يعني الحل الوحيد لهذا الشغل اللي هو شغل الديب ليرنينج. شنو هو الديب ليرنينج؟ الديب ليرنينج مثل ما تشوفون هو فرع من فروع المشين ليرنينج، واثنيناتهم ينتمون للفاميلي اوف ارتفيشال انتليجنس. هو برانش اوف ماشين ليرنينج، برانش اوف ماشين ليرنينج يستخدم الديب جراف حتى يسوي مالتيبل بروسيس لايرز، يعني عمليه تعلم بشكل هرمي. المجموعه من تاخذ فيتشرز وبعدين تحولها للكلاسيفاير على تسوي على مود عمليه الليرنينج، وبعدين يسوي عمليه الكلاسيفيكيشن. واحده من اهم الالجوريثمز الموجوده اللي بسبب الديب ليرنينج مشهور اليوم اللي هي الكونفوليوشنال نيورال نتورك. هاي الكونفوليوشن تقريبا اغلب الابلكيشنز تعتمد على الكونفوليوشنال نيورال نتوركس. اكو هوايه انواع، بس هذا اهم نوع، لهذا اختارت هذا النوع. هذا النوع بي 3 لايرز معروفه، وبال يعني الموست كومن اللي هي ثابته باغلب الستركتشرز مالت الكونفوليوشنال نيورال نتوركس، وتتخللها بعض اللايرز الاخرى اللي بيصير بين هاي اللايرز. اول لاير اللي هي الكونفوليوشن اللي هي مسؤوله عن استخلاص هاي الفيتشرز، مثل ما تشوفون عباره عن فلتر بيسوي عمليه سلايدنج على الانبوت ايمج وياخذ من عندها الفيتشرز. بعدين عمليه البولينج اللي هي تسوي داون سامبلنج، تقلل الفيتشرز، لان عن الهدف مالتي الفيتشرز اول ما تدخل انه تدخل 2D بعدين تصير 1D حتى تطيها للفولي كونكتد. هاي العمليه مال الكونفوليوشن والبولينج اللي هي مسؤوله عن الفيتشر اكستراكشن. لما نصير 1 فيكتور تروح للفولي كونكتد لاير اللي هي مشابه لشغل الكلاسيفاير، تسوي كلاسيفيكيشن وتعطيها لل activation function اللي هي soft max، تلقى الـ high probability مالتها. طبعا هاي الـ convolution neural network بيها هواية تفاصيل بحد ذاتها تحتاج الى presentation خاصة حتى نقدر ندخل بالعمق كل layer. احنا بس مجرد احنا ناخذ فكرة عنها، فاذا يعني نحتاج وقت اكثر حتى ندخل بتفاصيلها، لان كل layer بيهم بي process ونحكي شنو تفاصيلهم. مثل ما ذكرت تتخللهم بعض اللايرز الاخرى، مثلا تتبع الكونفوليوشن لاير، تتبعها مثلا النورماليزيشن لاير اللي هي الباتش نورماليزيشن، وتتبعها الاكتيفيشن فانكشنز وغيرها، والفولي كونكتد ممكن تنضاف للدروب اوت. اهم ثلاث باراميترز موجوده بالكونفوليوشن نورال نتورك اللي هو الدبث اللي هو نمبر اوف فلترز اللي يتخلل، السترايد ايش قد ينتقل، والبادنج في اللي هو الإطار اللي راح يصير في حالة إنه الفلتر بقى مثلاً 2 columns يحتاج extra column. هاي التفاصيل جداً سريعة عن الـ convolution neural network. بالpooling layer مثل ما قلنا اللي هي تسوي down sampling، يعني تقلل حجم الـ input image، لأن أنا يعني الهدف مالتي إنه عندي class، عندي صورة وعندي label، وأدرب هذه الصورة على هاي النتورك على هاي الصوره، ياخذ من عندها فيتشرز، بالمقابل يتدرب على الليبل مالتها، بالاخير يصير عندي فت فيتشرز وياها الليبل مالتها. فحاول اقلل الصوره، تعلم هذا التعلم الهرمي الى ان يوصل ل 1 فيكتور. فالبولينج لاير اما تكون افريج بولينج او ماكسيمم بولينج. في حاله الافريج بولينج ياخذ الافريج مال الويندو مالت اللي هي 2 باي 2 3 باي 3 حسب اللي انت تحدده، واما الماكسيمم بولينج ياخذ الماكسيمم فاليو. ارجع واقول انه هاي التفاصيل السطحيه لانه هوايه بها ديتيلز بهاي اللايرز. مثل ما قلنا تبدا العمليه من اول لاير، ياخذ الليرنينج اول شيء الكونفوليوشن نورال نتورك اللي هي بالبدايه. طبعا هنا مو معناها كونفوليوشن وحده، ممكن مالتيبل كونفوليوشنز، ممكن تو كونفوليوشنز، هذا يعتمد على نوعيه التاسك اللي تشتغل عليها. يعني مو معناها انه اعمق very deep انه هو هذا الجيد، لا، تعتمد على التاسك. مرات اكو complex task تحتاج انه multiple layers حتى تاخذ features، مرات انه feature صور سهله او binary classification بصور سهله ما تحتاج هالقد layers.
فهاي الكونفوليوشن لاير، اللاير الاولى الكونفوليوشن تاخذ البيسك فيتشرز، يعني مثلا تاخذ الكولرز، تاخذ الايدجز، تاخذ الايدج مالته، تاخذ الالوان مالته، يعني الشيء مبسط. بعدين على هاي الفيتشرز تبلش تشتغل عليها الى ان توضحها. يعني لو مثال اخذنا اللي هو الفيس مثلا، يبدي بيسك فيتشرز، تبلش بعدين توضح المعالم الى انه عندك يصير فيس كامل. الفكره انه هو بده ياخذ فيتشرز وويتس، هاي الويتس اللي من خلالها يتدرب. الفكره هنا الديب ليرنينج انه هو يبلش من البيسك فيتشرز ويصعد الى ان يوصل للهاي ليفل اوف فيتشرز. زين، الديب ليرنينج بالميديكال ايمج اناليسيس هوايه تاسك موجودة. من ضمن هاي التاسك أما تكون كلاسيفيكيشن بأي صور طبية، إن كانت chest, eye, breast, brain، أكو شيء اسمه registration، أكو شيء اسمه segmentation، وأكو شيء اسمه detection، أكو هواية مثلا localization وغيرها، بس دني أهم أربع تاسك، فهذني راح نأخذ إن شاء الله نحكي عليهم لاحقا ان شاء الله. فالديب ليرنينج دخل بذني التاسك اللي موجوده عندي وبمختلف الصور. ماكو صور طبيه تقريبا ما تعامل وياها الديب ليرنينج. حاله الايمج الاكس راي اشتغل على اغلب انواع الاكس راي، في حاله الالترا ساوند اشتغل على انواع الالترا ساوند، البي اي تي، الام ار اي، السي تي سكان، هيستوبولوجي ايمجز، كل انواع الصور تعامل وياها، فما عندنا مشكله. وهذا الشيء يعني based on على الابلكيشنز اللي اشتغلت والبحوث اللي نشرت بهذا المجال، فانه هو تعامل ويا كل الصور ماكو اي مشكله. كل وحده من هاي الصور لها في التاسك معينه مثل ما ذكرنا، اما تكون كلاسيفيكيشن، اما تكون ديتكشن، اما تكون سيجمنتيشن، اما تكون لوكاليزيشن. فاي وحده من هاي التاسك تعتمد على انت شريط توصل. هسه راح نجي نشوف بعض الابلكيشنز المهمه الموجوده بالديب ليرنينج اللي حققت انجاز كلش كبير، اللي هو من ضمنها الارثميا ديتكشن، اللي هو انه نشوف اللي هو شنو هو اللي هو الارجولار بيتنج اوف ذا هارت، يعني عدم انتظام نبضات القلب. هذا الديب ليرنينج اشتغل بهذا المجال انه يتابع هاي الحالات، وصدر عنه ابلكيشن هوايه من مختلف الاماكن من ضمنها الابل ووتش، استخدمت هذا الابلكيشن انه يتابع نبضات القلب، ايش وقت ما يصير عندك اي عدم انتظام بنبضات القلب يعطيك فد الارت يقول لك انه انت عندك مشكله ممكن تلاحقها. حسب البحوث المنشوره الاف من الناس انقذوا حياتهم بسبب هذا الابلكيشنز، ولا مجالات هوايه. الديب ليرنينج هنا كان جدا جيد ومستمر بهذا المجال. الديتكشن واحده من اهم الابلكيشنز اللي معتمده حاليا، اللي هي الابلكيشنز مالت الكوفيد 19. الاغلب المستشفيات حاليا عندهم المين تول هي الديب ليرنينج حتى يسوي الكشف المبكر عن الكوفيد 19 من خلال الاكس راي مالت البيشنتس. لا بل زاد الامر اقوى انه صار الموبل ابلكيشن يقدر يكشف الكوفيد 19 من قحه الشخص من الكف مالته. او هذا الابلكيشن سوته ام اي تي، وحاليا دا تشتغل عليه جامعه كوينزلاند، يونيفرسيتي اوف كوينزلاند، يسوون هيك ابلكيشن من خلال القحه يقدر يتعرف انه انت عندك كوفيد 19 لو لا، ويميز حتى القحه مالتك ان كانت عندك انه مثلا فلو او عندك فد شغله اخرى بالاضافه الى الكوفيد 19. وهذا تطبيق واحدة من ابلكيشنز اوف ديب ليرنينج. التطبيق الاخر اللي هو التهاب الرئوي، هذا التهاب الرئوي واحدة من اشهر الابلكيشنز اللي صارت عن طريق هاي البيبر المنشوره، اللي قدروا انه من خلاله يكشفون على الالتهاب الرئوي افضل حتى من المختصين. صاحب هاي البيبر هو واحد من اشهر الديب ليرنينج ساينتست اللي هو الاندرو اللي بجامعة ستانفورد. ورا ما نشروا هالبيبر وحققوا هيك انجاز نشر تويتر قال بها should radiologists be worried about their jobs، انه هل الرايدولوجيست لابد ان يقلقون على وظائفهم. breaking news we can now diagnose pneumonia from x-ray better than radiologists، حاليا احنا نشخص هذا الالتهاب الرئوي حتى افضل من
رايدولوجيست نفسهم اللي هم المختصين بهذا الشيء. فهذا الشيء باستخدام الديب ليرنينج الجوريثمز، وهاي تكون مشهورة عن هذا الموضوع. مثال آخر من الابليكيشنز المميزة للديب ليرنينج هو انه الديتكشن مال سرطان الثدي من خلال الهيستولوجي ايمجز. يقدرون يشوفون، يلقون المكان مالته ويحددون الاريا مالته بالضبط حسب ما يشوف، انه يسوي له ديتكت على المسائل الاريا مالته. واحد من اهم الابلكيشنز اللي موجوده باستخدام الديب ليرنينج. مثال اخر على الديتكشن اللي هو الرايدولوجيست ايمجز مال البريست كانسر. مثل ما نشوف هنا الشيء جدا ضعيف انه ينشاف من قبل السبيشالست، هم نفس الحالة قدروا الـ AI يحقق نتائج حتى أفضل من المختصين، ويلقاه حتى قبل حدوثه بشيء بسيط ويكتشفه ويتابع الحالة مالته. مثال آخر اللي هو إحنا سدنا نشتغل عليه اللي هو Diabetic Food Ulcer اللي هو قرحة قدم السكري. نقدر إنه نلقى إنه الحالة مالته بداية كلش ضعيفة، إن كانت كلش صغيرة نقدر إن نلقى المكان مالته. هذا الابلكيشن، هذا الشغل هو باستخدام الديب ليرنينج. حاليا وصلنا مرحله انه نسوي ابلكيشن من عنده يمكن يتابع الشخص المريض بهذا المرض اللي هو موجود جدا هنا باستراليا، انه يتابع الحاله مالته، ممكن يكشف المبكر عنها حتى بعد حدوث الحاله المرضيه والتريتمنت، يتابع التريتمنت مالته، المعالجه مالته، ويشوف التطور بالبروسيس مالته. هذا اللي حد هنا ان كل الابلكيشن، اهم الابلكيشن، هواي الاف الابلكيشن بالميديكال ايمجز مثل ما قلت، وهواي تطبيقات مهمه. انا اخذت اجزاء يعني شيء بسيط عينه من هاي الابلكيشن، اكو الاف من الابلكيشنز في مختلف المجالات الطبيه. السؤال اللي هنا اللي ينسال انه انا نفرض ان انا ما عندي فد اكسبيرينس ويا ديب ليرنينج، شنو الخطوط العامة اللي أبني بيها بروجكت؟ شنو الشيء اللي أبدي بيه وأفكر بيه حتى أقدر أبني بروجكت مال ديب ليرنينج أو أشتغل عليه؟ راح نبدأ الخطوط العامة اللي تشتغل عليها والأسس حتى تقدر تشتغل عليها. هنا أنا هذا الشيء جزء مو فقط للميديكال إيميجز، وإنما على أي فيلد أنت ناوي تشتغل بيه، إن كان أجريكلتشر، إن كان مثلا سكيورتي، إن كان whatever يعني اللي انت تريد تشتغل عليه. فهي الستيبس هي نفس الستيبس. اول ستيب لازم انت تعرف شنو الديب ليرنينج، شنو الالجوريثمز مالته، شنو الفانكشنز مالته، الكونسبت تفتهمه. حليت انت نص الطريق، فالكونسبت جدا مهم، وانه تفتهم شنو هو شغله وشنو تفاصيله، وانت يعني شلون يعني تفاصيل البروسيس مالته، العمل مالته. هذا اهم جزء. الستيب الثانيه انه انت لازم يعني على الاقل تكون ملم بلغتين، يعني تقدر تشتغل لغات اخرى بس اهم لغتين يعني مشهوره جدا بمجال الديب ليرنينج اللي هي البايثون والماتلاب. دائما انه انا انه اعطي نصيحتي من للي يريد يشتغل، انه انت حاول تتعرف على الكونسبت، توظف هذا الكونسبت والالجوريثمز باللانجوج اللي تريد تتعلمها، مو فقط انه انت تدخل عشوائيا تبلش تتعلم، تاخذ البيسكس وبعدين انه تشتغل على الابلكيشن. هذا البروجرامينج لانجويجز اللي هي البايثون والماتلاب، اثنيناتهم اشتغلوا كلش يعني مسار جيد بالديب ليرنينج. هسه ورا ما صار عندنا الكونسبت والبروجرامينج لانجويجز اللي انا ناوي اشتغل عليها، الشغل اللي وراها شنو المشكله اللي تريد تحلها؟ لازم تعرف شنو المشكله اللي انت تريد تحلها حتى تقدر تتعامل وياها. هل هي انه انت تسوي كلاسيفيكيشن؟ واذا قررت كلاسيفيكيشن، المشكله اللي راح تحلها، مثلا راح تصنف انواع السكن كانسر، تصنيف البروست كانسر، شنو المشكله اللي راح تشتغل عليها. لازم تعرف انه انت شنو الجول اللي تريد توصله، ما تشتغل يعني راندوملي. اما ممكن تشتغل ديتكشن، تلقى هذا الجزء تحدد مكانه بالضبط وين، او مثلا سيجمنتيشن، أو مثلا حتى تراكينج متابعة فت شغلة معينة، تراكينج للشغلة، أو حتى ممكن تشتغل على more complex task، مثلا مثلا الميتوسيس ديتكشن اللي موجود بالهيستولوجي ايمجز. فالقصد من هاي الفكرة انه انت لازم تعرف شنو اللي تشتغل عليه. ورا ما قررت انه انت شنو تريد تشتغل عليه، الجزء اللي بعده اللي هو انه انت لازم تلقى الداتا سيت اللي راح تشتغل عليها.
ديب ليرنينج يحتاج الى داتا حتى تتدرب، فلازم انت عندك في الداتا معينه حتى تقدر تشتغل على هاي الداتا. فلازم تلقى الداتا سيت، اكو بوبليك ممكن انه تتعامل ويا الميديكال مثلا سنترز اللي موجوده، تتعامل وياها وتطلب من عندها الصور وتاخذ من عندها، تتعامل ويا الجهه المستفيده حتى تاخذ وياها من عندها صور وتدرب على هذا الشغل مالتك، او تعرف انه هم ايش يريدون على الله تقدر تشتغل. واحد من اهم المواقع اللي ينطي داتا سيتس بمجال الميديكال وغير الميديكال اللي هو الكاجل، واحد من اهم الويب سايتس اللي ينطي الداتا سيت. اكو ويب سايت اخر اللي هو ينطي داتا سيت اللي هو مال كاليفورنيا، جامعه كاليفورنيا، فهم ينطي داتا سيت بالاف الداتا سيت، ويعطيك حتى شنو التاسك مالت هاي الداتا سيت، ممكن يكون ميديكال او غير ميديكال. اكو ويب سايت اخر اللي هو خاص بالميديكال تشالنجز، هذا كل سنه ينزل يعني عشرات التشالنجز، مختلف التشالنجز كانت على الكوفيد 19 والبلود سيلز على البريست كانسر، وسنوين ينزل تشالنجز ويا الداتا سيت مالتهم، تقدر تستفاد من هاي الداتا سيت وتاخذها وتتعامل وياها، ممكن حتى تشارك بالتشالنج، ممكن انه ينشرون نتائج مالتك وبها جائزة وبها تفاصيل داخل التشالنج ممكن تطلعون عليها. ورا ما حددنا الداتا سيت، انه الشغله اللي انت تحتاج الى ديب ليرنينج موديل، لازم تبني ديب ليرنينج موديل. اما انت عندك، اما تاخذ انت تبني يور اون موديل، انت تبني ديب ليرنينج موديل مثل ما تشوف هسه. مثلا هذا الموديل احنا بنينا يعني كجروب مثال على المودلز المبنيه، ما مبنيه عشوائيا، مبنيه لحل مشاكل معينه ولتاسك معينه مثلا، وممكن يستخدم لتاسك اخرى، او انه انت تستخدم اوريدي مودلز منشوره مثل الريزنت، الفي جي جي، الموبل نت، الجوجل نت. هاي المودلز هي اشتغلت على الايمج نت داتا سيت، اوريدي تدربت، ممكن تستخدمها وتحولها على شغلك، بس بيها يعني لازم تعرف بعض المشاكل اللي راح تواجهك بهذا الشيء. مثلا واحده من المشاكل انه هذا المودلز كلش ديب، ممكن انت ما تقدر تستخدمها لتاسك كلش بسيطه او سهله، فاكو بعض يعني considerations الاعتبارات حتى تقدر تاخذ هاي المودلز، وبنفس الوقت تقدر تبني المودل مالتك. وهو يعني شغل تفاصيل يعني هواية، حتى نقدر يعني شلون نبني المودل مالتنا، شلون نبني الكونفوليوشن لاير، شلون نبني الباتش نورماليزيشن، واكتبها لينير يونت وغيرها من انواع اللايرز. ليش اختارنا هذا الديزاين، ليش مو غير ديزاين، اكو اسباب حتى تقدر تشتغل هاي الامور زين. اكو libraries تقدر تشتغل بها وتساعدك هواية، من ضمنها أشهر هاي libraries اللي هو تنسر فلو اللي هو شغل جوجل، فتقدر تأخذ هذا الفريمورك ومن خلاله تشتغل، يسهل لك هواية. هسه بعدها حددنا المودول، أول شيء لقينا الconcept، البروغرامينج لانجويجز، لقينا التاسك اللي راح أشتغل عليها، وبعدها أخذت الداتا سيت، وهسه لقيت المودل مات اللي راح اشتغل عليه. الشغله اللي بعت هي الميكانيزم. شنو الميكانيزم؟ الخطوط العامه للشغل اي الجورثم ديب ليرنينج، انه يكون عمليه تريننج، بعدين عمليه تيستينج وايفالويشن، وراها اذا طالنا نتائج جيده اقدر اطبق هذا على الريال وورلد ابلكيشنز، يعني ريال داتا، واطبق هذا الديب ليرنينج حتى اتاكد انه هو افكتيف، اكثر دقه يعني اكثر تعمق، انه انت عندك داتا سيت راح تقسمها، تصير على شكل تريننج، على شكل تيستينج، راح تدرب المودل مالتك، راح مثلا تسوي كلاسيفيكيشن، ورا ما تدرب المودل راح اسوي له ويا تيست ايمجز، راح اسوي له ايفالويشن يعني تقييم له حتى اعرف انه هو يشتغل صح او لا، احسب الاكيورسي مالته والايفالويشن ماتريكس الاخرى. ورا ما حسبت اقدر استخدم اجيب صور هو unseen images ما شايف هالمودل، وابلش اشتغل على هذا المودل انه اسوي مثلا classification على هاي الصور unseen. هذا الجنرال بروسيجر مال شغل الالجوريثم مالت الديب ليرنينج بالخصوص الكونفوليوشنال نيورال نتوركس. زين، الحد هنا هو هذا البيسكس والستيبس وغيرها والابلكيشنز. الجزء المهم اللي موجود بالديب ليرنينج هو هذا الجزء اللي انا اعتبره جزء جدا مهم بالنسبه
graduate students اللي هم البوست جرادويت ستودنتس اللي هم الماجستيرال الماستر والبي اتش دي، لان هاي هي المشاكل البحثيه اللي موجوده بالديب ليرنينج. راح ناخذ اهم يعني المشاكل وهواية تشالنجز موجوده، بس هاي اقوى تشالنجز دي يشتغل بها العالم. اول شيء اللي هي lack of training data. شنو معناها الديب ليرنينج بفقره؟ انه هو كل ما داتا اكثر كل ما يكون اداء افضل، على عكس الماشين ليرنينج كل ما يكون داتا اكثر كل ما يكون اداء افضل. لتوضيح هذا الشيء بابسط، تخيل انه انت طفلك ابنك اللي دا تشتغل عليه اللي دا تعلمه، كل ما تشوفه اكثر شيء بالحياه كل ما يتدرب يتعلم اكثر. يعني اليوم انا علمته مثلا هاي الشغله، هذا باب، هذا كرسي، هذا ويندو، شباك، تعلم هاي الشغله بعدين اعلم على غير شغله. اذا انت كل ما تشوفه مور داتا كل ما يكون اقوى بالريكوجنيشن، يصنف ويتعلم اكثر بالحياه. نفس الحاله الديب ليرنينج، كل ما يشوف داتا اكثر كل ما يتدرب اكثر وينطيني نتائج افضل. بالميديكال ايمجز واحده من اهم المشاكل هي انه شلون احصل على لارج داتا. ليش مشكلتها؟ لان هاي الداتا تحتاج الى ناس مختصين حتى يجمعون هاي الداتا. هاي الداتا تحتاج الى ناس اكسبيرتس حتى يصنفون هاي الداتا، يقول لي مثلا هاي بريست كانسر من ناحيه ويجو هاي بريست كانسر، انا احتاج عينه مصنفه صح على مود ادربها، بعدين الابلكيشن مال ديب ليرنينج هو راح يقوم يصنف لي الصور. يعني كانما انا محتاج الاكسبيرت بس بالبدايه، بعدين هو راح ياخذ محله او يكون مساعد له، يكون يعني بالديسيشن على الصور هي ما عندها فد ليبل. الليبل يعني التسميه التصنيف مالته بالبدايه. انا احتاج اسوي تريننج، بعدين ما احتاج التريننج داتا، هو راح يكون مسؤول عن الكلاسيفيكيشن. فهاي واحدة من أهم مشاكل الديب ليرنينج اللي موجودة، اللي هي التريننج داتا، اللي هو الصور الداتا سيت اللي أحتاجها. واحدة من الموست إفكتيف سوليوشن اللي هي استخدام الداتا أجيومنتيشن. شنو الداتا أجيومنتيشن؟ إنه أنا أخذ الصورة الأصلية ومن عندها ولد صور أخرى، يعني أخريات، يعني صور أخرى حتى أقدر أكثر الداتا. يعني مثلا نفرض هاي الاوريجينال ايمج سويت عليها كروبينج مثلا، او سويت عليها روتيشن، فرتها بزوايا معينه، الديب ليرنينج راح يشوف الصوره مختلفه. بهاي الحاله راح اقدر ازيد عدد الصور. هذا الحل مو دائما ناجح. ببعض الحالات مثلا عندك حاله مثلا لما انت تتعامل ويا ريد بلود سيلز، هي شكلها دائري، قد ما تسوي روتيشن هي تبقى نفسها. او مثلا بعض الايمجز هو لازم يتدرب الديب ليرنينج بهذا الشكل، مثلا شغل الانزيم وشغل البروتين، هو ما التسلسل لازم يكون بهذا الشيء او الدي ان اي. فهاي هذا الشيء مو دائما يشتغل بحل lack of training data، بس لكن يبقى جزء جدا مهم، يعني حل جدا جيد. الحل الثاني واللي هو الترندنج حاليا، اللي هو الترانسفير ليرنينج. شنو الترانسفير ليرنينج؟ فكرته انه انا المودل متدرب على داتا سيت كبيره، هاي الداتا سيت عملاقه استخدمت لغرض معين، بعدين انقل هاي المعلومات الى مودل الى داتا سيت صغيره وادرب فوقها. يعني شلون؟ احنا عندي مودل متدرب على ايمجز مختلفه، مثلا كولر ايمجز، يعني صور عادية، بعدين أنقل هاي المعرفة إلى موديل آخر واستخدمها للأمور الطبية. ليش؟ يعني بالنهاية الديب ليرنينج الليرز الأولى تأخذ بس الفيتشرز، فأني يهمني بس أخذ الفيتشرز من عندها، والليرز الأخيرة اللي هي راح تكون مسؤولة عن الكلاسيفيكيشن. الفكرة أبسط شيء، يعني شون أنا مثلا دا أنقل تجربة الأستاذ إلى الطالب، فأنت دا تسوي ترانسفير ليرنينج من الأستاذ إلى الطالب، ويبلش الطالب إنه هو يضيف على النولج مالته، على المعرفة مالته، وممكن يزيدها بمرور السنين. هذا واحد من أهم السوليوشن للاك اوف تريننج داتا. البروسيجر مالته انه هو اكو موديل متدرب، بعدين اشيل اخر 3 لايرز اللي هي ماخذ نوع الكلاسز، بعدين ادرب على النيو داتا واسوي بريدكشن وبعدين ديبلوي. بتفاصيل يعني عملية احنا بدنا ناخذها بشكل سطحي مثل ما ذكرت سابقا، يعني كل تفصيله من هذول بحد ذاتهم
يعني كلاس كامل او ماده دسمه بها هوايه تفاصيل، فمو مال انه برزنتيشن تتغطي كل الامور، بس نحكيها بصوره عامه. واحد من اهم هذه التطبيقات الترانسفير ليرنينج انه المودلز اللي هي اللي ذكرناها سابقا اللي هي ريزنت وغيرها متدربه على الايمج نت اللي هي مليون اوف ايمجز 1000 كلاس، بعدين صنفت اوريدي صنفت مثلا اللي هي بها صور مثلا كلاب وبزازين ومناظر طبيعيه. يقول لك انا ليش ما اخذ هاي الفيتشرز مالت اللايرز الاولى اللي هي بس عباره عن فيتشرز انقلها للموديل اللي مالت اللي مسؤول عن الامور الطبيه، احذف هاي اللاير الاخيره وبعدين ادرب هذا الموديل ويا اللاير الاخيره على الصور الجديده. بهاي الحاله ضمنت انه الموديل ماخذ كل انواع الفيتشرز من هاي الصور. حقق بعض النتائج الانتاج هذا الموضوع، بس المشكله وين؟ انه هاي الصور هي صح تاخذ تعطي بعض الفيتشرز وممكن تحسن النتائج، بس انت ملزم باستخدام هاي المودلز. هاي اولا هاي المودلز كلش ديب، مو ممكن تحتاج هالقد ديب. الشغله الثانيه ملزم بالانبوت سايز مال هاي الايمج، لازم يكون نفس الانبوت سايز. الشغله الثالثه اللي هي الاهم انه طبيعه هاي الصور ممكن تنجح على شيء مشابه لها، مثلا انا اريد اصنف حيوانات اللي هي اوريدي بيها حيوانات هاي الداتا سيت، فالفيتشرز مالتها الصفات مالتها تفيدني. الامور الطبيه كلش مختلفه، جدا مختلفه وتماما بغير موضوع، فمو ممكن يعني مو من الممكن انه تساعد هوايه. شنو الحلول الممكنه؟ واحد من اهم الحلول لحل هاي المشكله اللي هو حل الحمد لله قدرنا نسوي باللاب مالتنا وننشر به اكثر من بيبر، انه نستخدم شيء اسمه سيم دومين ترانسفير ليرنينج. شنو هذا السيم دومين؟ نقول انه انا مثلا اريد اصنف الكوفيد 19 اللي هو الاكس راي ايمجز. نفس الحاله الاكس راي ايمجز بها امراض اخرى مثلا التهاب الرئوي او حتى تكون طبيعيه، ليش ما اخذ هاي الداتا اللي هي القديمه اللي غير امراض اللي هي ادربها بشكل كبير على هذا المودل مالتي، بعدين احولها ادربها على الصور الجديده. يعني انه انا مثلا فانا راح استفاد، راح اضمن جارانتي انه المودل مالتي راح ياخذ فيتشرز مشابه للجول اللي انا اريد اعرفه. الفرق اللي راح يصير بالصور راح يتدربه باللايرز الاخيره. مثال كلش يوضح هذا الشيء، كانما تتخيل انه انت تعرف السوق سياره صغيره وتريد تاخذ سياره مثلا كبيره، مثلا تراك، مثلا سياره كبيره، انت اوريدي عندك نولج مال السياقه. في بعض التدريب البسيط راح تقدر تسوق السيارة الكبيرة، بعض التدريب البسيط، بينما بهاي الحالة كأنما أنت عندك نولج مثلا مال السويمينج سباحة وبعدين تنقلها مثلا للسياقة، ممكن تفيدك في تخيل معين أو في شغلة معينة بسيطة، فالفائدة راح تكون ضعيفة مو مثل ما فائدة إنه أنت تنقل من نفس الصور. هذا واحد من أهم الحلول لاستخدام أو الاستخدام للترانسفير. المشكلة الثانية الموجودة بالديب ليرنينج اللي هي الأوفر فيتينج. الأوفر فيتينج يعني شنو معناها؟ معناها إنه المودل يتدرب على شغلة معينة stick with it، يعني إنه يتدرب على شغلة معينة حفظها، من يتدرب أو من يجي يصنف غير داتا اللي يتدرب عليها يخفق بها. هو يوقعون بهذا المشكلة إنه هو يطلع أكيوسي ونتاج مثلا 99.99 يكون فرحان بها، من يجي يسوي تيست على غير ايمجز او ايمجز ما تدرب عليها يشوف انه هو الاكيوسي مالته كلش ضعيفه. يعني مثلا هسه احنا عندنا تو كلاسز، هذا كلاس وهذا كلاس، الطبيعي انه يصنفها بهذا الشكل الابيض اللي هو، بينما بالاوفر فيتنج انه هو صنفها بهذا الشكل، هو بالبدايه مبين له كلش جيد انه هو قدر يصنف هذا التو كلاسز بشكل جيد، بس في حالة تغيير نوعية الداتا على غير مثلا تنظيم أو غير شكل أو غير نوعية راح يثبت على هذا التعلم وما يقدر يصنف غيرها. مثل كأنما احنا شلون عندنا مثلا طالب حافظ أكثر مثلا ما هو فاهم، من تغير الأسئلة ونمط الأسئلة معينة على الأسئلة المعتاد عليها يطلع 90 أو 98 أو 100، بينما إذا غيرت طبيعة الأسئلة تلقى أنه يحصل درجة أقل. هذا مثال تقريبي للأوفر فيتينج. واحدة يعني حلول هاي المشكلة هي يعني أشهر حلين اللي هو أنه أنا أستخدم Data Augmentation اللي شفناها بالبداية حتى أغير طبيعة الصور ونشوف مختلف الصور،
حتى زيد الداتا، كل ما زيد الداتا كل ما يعني يكون نشوف مختلف الداتا. الحل الثاني هو استخدم الدروب اوت. الدروب اوت هي هاي لاير تكون بين الفولي كونكتد لاير اللي موجوده بالسي ان مثلا. هاي شو تسوي؟ انه شلون طفي وشغل بعض النوتس في حاله ما راح يحفظ نفس الباترن الشكل اللي يدخل له. مثلا مثال على تريننج في حاله الدروب اوت، ماكو دروب اوت، شوف الايرور ايش قد عالي. في حاله الدروب اوت ايش قد يقل من الايرور. هاي اشهر الحلول للاوفر فيتنج. الجريدينت، المشكله الاخرى اللي هي الفانيشنج جريدينتس بروبلم، انه هو عمليه تضاؤل للتعلم، انه هاي الويتس او التعلم مالت الليرنينج ما يبدا يتغير قيمه الويتس، ودي يشوفه يثبت على نفسه وبعض الاحيان ينهي تماما. ليش تصير هاي المشكله بالجريدينت فانيش بروبلمز؟ انه البروبلم عفوا، انه بعض المودلز يستخدم بعض الاكتيفيشن فانكشنز اللي هي هم تكون بعد الكونفوليوشن. ارجع واقول انه هو بيها تفاصيل بالكونفوليوشن او الديب ليرنينج، بس تناخذ بشكل عام. هاي الاكتيفيشن فانكشنز بعضها بعض الانواع انه تحصل مثلا بين الزيرو بين الماينس 1 وال1، فده يصير انحدار للديتا خاصه لما يكون المودل كلش ديب. فكل ما تنزل التعلم كل ما تحصرها بين الماينس 1 وال1 فده يقل للويتس. نفس الحاله اكو نوع اخر من الاكتيفيشن فانكشن اللي هو تان اتش اللي تحصر بين الماينس 1 وال1، هنا بين الزيرو وال1 عفوا السيجمويد. الحل لهذه المشكله انه مثلا نستخدم الركتي فاليو يونت اللي هي تاخذ بين الصفر والماكسيموم فاليو، فما راح يصير شلون نقول سكويز لانه يسوي عمليه ضغط للديتا ويقلل من الويت مالتي، او الليكي رول اللي هي بين الماينس 1 والماكسيموم فاليو. فالرول هي واحد من الحلول للتعامل ويا الجرين اند فانيش بروبلم. اكو حل اخر، استخدام نوع اسمه ريزنتشوال كونكشن اللي هو نوع من انواع المودلز اللي هو الريزنت مودل، انه تستخدم هاي العمليه تسوي سكيبنج. فحتى لو يصير هنا سكويزنج هو ضامن انه هاي الويتس راح تعبوا يصير بيها انه يجمعها ويا البعثي، فعمل تضمن انه حتى اذا صار سكويز اكو عمليه سكيبنج. وكل ما الحل الثالث يعني بين الحلول الثلاثه، الحل الثالث انه انا ادرب على جي بي، كل ما يكون التريننج اسرع كل ما يكون افضل، ما يصير عمليه فانشنج للجريدينت مالتي. المشكله اللي بعتي اللي هي الامبالانس داتا. امبالانس داتا يعني انت مثلا تريد تدرب تو كلاسز، مثلا تصنف مثلا صوره اي وصوره بي. الصوره اي بيها مثلا 10,000 صوره والصوره بي فيها مثلا 100. هاي مشكله كلش كبيره، انه المودل راح يتدرب وراح يشوف كل شيء عباره عن الكلاس اي، لان هو شايف اكثر الصور مالته وقليل عن الصور بي. بعض هاي الحلول انه اني احاول ارفع هذا الكلاس الاقل بمور داتا، مثلا استخدم مثلا داتا اجمنتيشن، او انه انا اقلل هذا الجزء، وهو انا الحل ما مفضل يعني شفت نظر انه ما مفضل، احاول ارفع هذا افضل، او انه انا اسوي جنريشن لنيو داتا، احاول احصل مور داتا، او انه اضيف مور داتا لهذه الكلاس حتى اقدر اعالج هاي المشكله. فهاي واحده من المشاكل الموجوده بالديب ليرنينج. هاي المشاكل الجنرال، واكو بعضها هو مشاكل مثلا السكيلابل، اكو بعض مثلا عندك الانتجريتي، اكو بعض مشاكل هو لها في التفاصيل وحلو، بس هاي اهم المشاكل اللي يمر بها الديب ليرنينج. بعض التيبس اللي يساعد على تحسين اداء الالجوريثم مالت الديب ليرنينج، انه انت اهم فقره واهم جزء انه انت تزيد عدد الداتا مالتك. اذا كانت الداتا مالتك قليله حاول تلقى حلول حتى تعالج مشكله الداتا وتصعد الداتا، فهذا اول تيب حتى تقدر تحسن من اداء الالجوريثم. التيب الثاني انه انت مثلا ممكن تزيد الدبث او الويث مالت المودل مالتك، ضيف ريجولاريزيشن اللي هي الريكتيفاي لينير يونت، عفوا الباس نورماليزيشن حتى السرعه من التريننج مالتك والليرننج مالتك، او انه انت تسوي انكريز للهايبر باراميترز تيونينج، يعني بعض الباراميترز تزيدها حتى تقدر تزيد عمليه الليرننج. هاي بعض التيبس حتى تحسن من البرفورمانس مالت الديب ليرننج. الكونكلوجن اللي نستخلصها من هاي البرزنتيشن، انه الديب ليرننج is going to be the main tool in early diagnosis. هو already هو المين تول في عملية الكشف أو الفحص أو الدايجنوسيس،
الكشف أو الفحص. الكوابوريشن از اسينشال اسينشال سوري التعاون لازم يكون بين المختصين وبين الباحثين، بدون انت ما تحتاج تعاون ما تقدر تشتغل. يعني انت لازم تحتاج المختص الطبيب يساعدك في الديتا، يتابع هل الريزلت مالتك صحيحه بالبدايه. فالتعاون جدا مهم، بدون التعاون ما تقدر تحصل ديتا وما تقدر تشتغل. الديتا لازم يصير بيها الشير، لازم نقدر ورا ما نتعامل لازم لهم قابليه حتى انه ينطون هاي الديتا، حتى نقدر حتى يقدر الساينتست يشتغلون عليها، لانه ممكن بعض المراكز ترفض، او مثلا بعض ممكن الناس او بعض الدكتورز ما يقبل ينطي هيك الديتا. فلانه الفكره الشائعه انه هذا راح يحل محله وياخذ مكانه، لا، هذا مجرد راح يكون سكند تشويس. يعني انت مثلا بدل ما راي واحد على شغله، رايين يعززون القرار، ممكن يساعدك في الكشف المبكر. التشالنجز اللي ذكرناها هي لحد الان مفتوحه، وهوايه بيبلز تنشغل على هاي التشالنجز، لان هاي التشالنجز اذا تحلت بالنهايه انت راح تحصل نتائج عاليه، نتائج جيده. فال lack of training data هوايه بيشغل يصير بي، يعني بيبرز الامبلانس data، حتى نوعيه الديب ليرنينج اركتكتشر الموديل اللي راح نصممه يعني بحدها تشالنجز ممكن تحلها، مشاكل ممكن تحلها حتى تجي بموديل جديد. بعض التيبس اللي تساعد حتى انه تنشر بيبر، يعني مو بس تنشر بيبر انما ابلكيشن جيد، حتى تثبت انه الابلكيشن مالتك جيد، انه تسوي وتنشر جود بيبر، انه اهم فقره انه هي عندك انه انت تسوي تيست على ريال داتا حتى تثبت انه الموديل مالتك جيد. كل شيء تذكره مثلا انه صممت موديل، ليش؟ شلون ليش انا اخترت هذا الديزاين؟ ليش سويت هذا الديزاين؟ لازم اكو لكل شغله اسويها الا تفسير، بدون تفسير تبقى البيبر ناقص. هاي النقطه جدا مهمه. شغله ثالثه بالبحوث الديب ليرنينج انه اكو فيجواليزيشن. يعني شنو فيجواليزيشن؟ انه تقدر الشخذ الفيتشرز اللي اخذها الديب ليرنينج. يعني مثلا هسه هذا اللي هو الدايبيتيك فود اولسر، قرحه القدم السكري، هذا مثال على انه شنو اللي اخذته، الفيتشرز اللي اخذتها اللاير الاولى، مختلف الكولرز الايدجز السايز الشيبس. فالفيجواليزيشن حتى تشوف انه شنو الموديل مالتك تدرب على ضوء هاي الفيتشرز، راح تعطي indication انه الموديل مالتك هل هو تدرب جيدا او لا. الشغله اللي وراها انه جدا مهم تذكر الكونفيوشن ماتريكس مالتك، اللي هذا مثال عليها، اللي هي مال تو بوزيتيف تو نيجاتيف، اللي مشتغلين بالماشين ليرنينج يعرفون هذا الشيء، انه هذا اني جدا مهم تظهر الكونفيوشن ماتريكس. وطبعا تسوي ايفالويشن للاخرى، مثلا من البريسيشن، الريكول، الاف سكور، السنسيتيفيتي، السبيسيفيتي، ذن جدا مهم يكون الهن تفصيل. الفلو شارت للعمل مالتك والفيجرز جدا مهمه بحوث الديب ليرنينج. الكلير كونتريبيوشنز، شنو الكونتريبيوشنز مالتك، يكون سكشن خاص جدا مهم، يلاحظ الريفيورز او الايديتورز على البيبر، جدا مهم يريد يشوفوه بالبيبر مالت الشغل الديب ليرنينج. بنفس الوقت ندعوكم جميعا انه على تنشرون بحوثكم او تسوون سبمنت بحوثكم الى سبيشال ايشو، اللي هو ادارته واداره مجموعه من الاساتذه البقيه. هذا السبيشال ايشو هو بمجله تابعه للام تي بي اي، سات سكور مالتها 1.9 وحاليا ب 2020 2.5 وهي Q2، والامباكت فاكتور مالتها 2.4. السبيشال ايشو يخص كل شيء له علاقه بالديب ليرنينج، و هذا السبيشال ايشو بمشاركة أساتذة من أستراليا، USA وسبين. فاللي عنده رغبة بهذا الموضوع ممكن يشارك البحوث مع تيسا وصبنت لهذه الجورنال. الكيوردز اللي موجودة انه Deep Learning، Convolution Neural Networks، Application مال Deep Learning، Image Classification، Segmentation، وغيرها من المواضيع الأخرى الخاصة بالDeep Learning، حتى Challenges مثل Overfitting، Unbalanced Data، Lack of Training Data. فهاي اهم المواضيع اللي موجوده بالسبيشال ايشيو. اللي هنا اتصور احنا ان شاء الله كملنا. شكرا جزيلا للجميع، واسف على الاطاله، بس حاولت قدر الامكان انه امشي سريع.
على الموجود بالبرزنتيشن. هذا الايميل مالتي في حالة اي استفسار او اي سؤال، وشكرا للاستماع. شكرا جزيلا دكتور، انا اشكرك شكر جزيل على هاي المحاضرة، يعني صراحة انا يعني جدا جدا ارغب بتعلم او عفوا دكتور، يعرف معلومات أولية، قدر يحصل على معلومات أولية كيف ينطلق ويا هذا الاختصاص. أنا عندي ست ورود. أياد عبد الأمير عندها يمكن أتوقع سؤال. أوكي، عندنا أيضا فرح. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. شكرا جزيلا على المعلومات القيمة بصراحة، بس أحب أسأل ثلاث أسئلة من فضلك. السؤال الأول عن المجلة الـ MDPI، أعتقد السويسرية هي، طبعا هي أجورها كلش غالية وردها كلش سريع، فإذا ممكن بس تطلع لي الصفحة الخاصة بالسبيشال إشو، لأن ما لحقت أخذ لها صورة، العنوان مالك بالضبط لأن ما يبيها سكشنز. تمام، إلكترونيك. تمام. السؤال الثاني، أنا صارت عندي حالات أوفر فيتينج لما عندي الداتا بيس كلش كبيرة، فمو دائما الداتا بيس لما تكون كبيرة والتريننج كبير تكون دائما النتائج إيجابية. لما تكون الداتا سيت كلش هواية راح يطلع عندي نويز بالصور، بالتالي راح يعتبرها فيتشرز ويبدي يدور عليها. أكيد النويز اللي ممكن تجي موجوده ممكن هم تاثر، مو شرط انه الداتا تكون صغيره او كبيره حتى يصير اوفر فيتنج. عن يعني تجربه شخصيه، انه واحد من اهم الحلول للاوفر فيتنج اللي هو استخدام الدروب اوت. الدروب اوت جدا مهمه بالنسبه للاركتكتشر، يعني الاركتكتشر وحتى الباتش نورماليزيشن اللي هي اللاير نفس الحالة تساعد على التخلص من الأوفر فيتنج. بس كتجربة شخصية الدروب أوت هي أهم جزء للاستخدام لحل مشكلة الأوفر فيتنج. صحيح. تقدرين تستخدمين الدروب أوت حتى تقدرين تعالجين هاي المشكلة. هذا من جانب الستراكشر. من جانب الداتا ممكن تستخدمين تغيير الداتا، مثلا تسوين داتا اجمنتيشن حتى تغيرين طبيعة الصور اللي تدرب عليها، وممكن تعالج هاي المشكلة. طبعا اكو هواي تفاصيل أخرى، أكو حلول أخرى، بس أنا ذني أشهر اثنين موجودات حالياً يستخدمن. وطبعاً أكو فد ملاحظة صارت عندي أثناء استخدام الدروب أوت، هو أنه أثناء الترينينج راح يطلع عندي بالعكس، يعني لما نستخدم لاير للدروب أوت راح تصير عندي بالترينينج الأكيوريسي قليلة، لكن بالبريدكشن الحقيقي لما أجيب صور ثانية راح يعلى عندي الأكيوريسي، فتصير عندي العملية مغايرة للحالة الطبيعية في حال استخدام الدروب أوت. بالضبط، وهذا المفروض، هذا المفروض اللي أنا هو هذا المفروض. مهما صار بالتريننج مو مهم الاكيورسي مالت التريننج، اكيد تبين انه هو تدرب صح، بس انا اهم شيء عندي التستنج ايمجز اللي هو ما شافه، لان احنا بدنا نتخيل بعدين راح يصير اوتبوت لهذا الابلكيشن. هذا الابلكيشن راح يروح لاماكن مختلفه، راح يتعرف يعني يتعرض الى ريال داتا، يعني داتا حقيقيه او ايمجز حقيقيه راح يتدرب. فاني اهم نقطه ودائما تركز عليها انه مو مهم، اهم شيء عندي التست ايمجز اللي هي راح يصنفها اللي هو قبل ما شافها وقبل ما تدرب عليها. صحيح. الشغله الاخيره اللي احبهم اضيف عليها، انا اشتغلت على داتا سيت تخص الفينجر برينت، فشفت لما استخدمت داتا اوجمنتيشن صار عندي يعني شلون نقول نيجاتيف ريزلتس، لان تعرف الريكوجنيشن للفينجر برينت هو يعتمد على اتجاهات الخطوط، فمن اجيت سويت اوجمنتيشن صار عندي بالعكس، يعني صار الريكوجنيشن اقل عندي الداتا، فالاوجمنتيشن ما تمشي على كل الداتا سيت وحسب نوعها مثل ما حضرتك تفضلت. طبعا الاثنين دائما ناجحه باغلب الابلكيشنز. طبعا قبل الفتره اشتغلنا على ابلكيشن للفينجر برينت لترانسفير ليرنينج، كان حقق يعني تحسن جدا كبير. فأنصحك بالحالة مالتك إنه تستخدمين الترانسفير ليرنينج، بس مو ترانسفير ليرنينج من الإيمج نت، حاولين تشوفين أبليكيشن لها علاقة بالفينجر برينت وتدربين عليها، بعدين تسوين ترانسفير للليرنينج هاب وتدربين على الداتا سيت مالتك.
فتقدرين تستخدمين او اي داتا لها علاقه بالفينجر برنت قديمه تجمعينها كل ما تكون اكبر، بعدين تسويني ترانسفير للهاي النولج، عمليه ترانسفير ليرنينج على الداتا سيت الجديده اللي تريدين تستخدمينها. ان شاء الله، شكرا جزيلا وبارك الله بجهودكم. الان عندنا دكتوره حنان. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. بارك الله بجهودكم دكتور، وشكرا جزيلا على هذه المحاضره القيمه، والشكر موصول الى السيد المساعد العلمي دكتور حيدر المحترم وللمركز على توفير هذه الفرصه الثمينه للاستزاده من العلم. العفو دكتور، احنا يعني طلابنا يعني يشتغلون على حقيقه هذا الشغل، ولكن عندهم مشكله رئيسيه اللي هي الحصول على الداتا. فحضرتك يعني بالسلايدات وضحت بعض المواقع للمراكز الطبيه، ف يعني البعض طلابنا يدخلون عليها ما تسمح لهم، يعني خاصه احنا بالعراق ما تسمح لهم هاي المراكز، يعني ما تنطيهم مثلا الداتا او كذا، يعني مو فري. فاذا ممكن دكتور يعني تعيد لنا ارسال هذه الروابط ولو عتشات حتى يعني ان شاء الله ارسلهم اذا ممكن لمركز الدكتور امجد وشاركها ويا الكل، او انه اسفح على الشات واشوفه. يا ريت والله دكتور، يعني نكون ممنونين، ويعني ميزان حسناتك للطلبه. ودكتور عندنا يعني احنا هندسه الكترونيه، فعندنا بعد ان ننفذ يعني الطالب بيجري هذه العمليه والديزاين للانتليجنت او للديب ليرنينج والنيورال، بعدها ينفذها جانب عملي. فاحنا هنا امكانيات ضعيفه، يعني خاصه الطالب يعاني، فنستخدم الفيلد بروجرامبل جيت اري او الكارتات المبرمجه، يعني والله. بعد ان اي نعم، فدكتور احنا مثلا نستخدم هذه الكارتات المبرمجه في سبيل انه نسوي داونلود لهذه التصاميم على هذه الكارتات المبرمجه. فتعرف دكتور يعني حضرتك مثلا اكثر البرامج مثل هاي برامج الماتلاب او برامج البايثون هذه ما تجي اصليه يعني